والحديث عن تطورات ما يجري في لبنان معنا عبر الخط الهاتفي عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي السيد عبد القادر النايل. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. أستاذ عبد القادر، في البداية كما أشار القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق عندما قال بأنه ميليشيا حزب الله لم تستطع الخروج من مسار قواعد الاشتباك في الرد على العدو الصهيوني رغم مرور عام كامل على معركة الطوفان، ولعل ذلك يؤكد كم الخداع الذي يلتحف به حزب الله والمنخرطون في المحور الإيراني، ما هي قراءتك لهذا التصريح؟ بدءا، نحن ضد كل اعتداء للكيان الصهيوني على أي شعب من شعوب المنطقة ولا سيما في فلسطين، لأنه كيان مغتصب أولا ومحتل وهو إرهاب بعينه، وما يمارسه الآن على لبنان هو استهداف للشعب اللبناني، وبالتالي هو اعتداء آثم يقتل فيه الأطفال والنساء وتشرد فيه العوائل بشكل واضح وصريح. إلا أننا نعلم تماما أن المحور الإيراني سواء كان في حزب الله أو الميليشيات في العراق أو في المنطقة هم لا يريدون المواجهة مع الكيان الصهيوني بالمطلق، هم يبحثون عن المحافظة على رأس النظام الإيراني، وبالتالي كل هؤلاء وكلاء لدى النظام الإيراني. لذلك منذ اللحظة الأولى يوم أن تخلوا عن حماس وتخلوا عن غزة في 7 أكتوبر إلى يومنا هذا ونحن على مشارف العام الكامل والفلسطينيون يقتلون وأهل غزة يدمرون والمقاومة هناك تركت وحيدة، يؤكد تماما على أنهم ليسوا أعداء بالمطلق إنما للكيان الصهيوني، إنما يريدون حقيقة فقط التهدئة والمحافظة على مصالحهم وفق آليات قواعد الاشتباك المعروفة تماما. ولذلك يقول الرئيس الإيراني إذا تركنا أسلحتنا عليهم أن يتركوا أسلحتهم. إذن هم واهيئون لهذه القضية، لكنهم يقتلون الشعوب العربية، يدمرون الشعوب العربية. هم قدموا خدمة للكيان الصهيوني يوم أن هجروا العراقيين وقتلوهم وتآمروا على المقاومة العراقية الحقيقية، وهجروا السوريين وقتلوهم، وبالتالي اليوم حقيقة لذلك لا تجد هناك موقفا كبيرا أو تعاطفا كما كان في 2006 مع ميليشيات حزب الله اللبنانية. هم من صنعوا كراهية المنطقة لهم، ولذلك حقيقة لم يردوا بالمطلق، ولو كانوا صادقين لكان الآن هناك معركة حقيقية يدخل هذا المحور باتجاه ميليشيات الكيان الصهيوني واعتداءاته الآثمة على المنطقة. وهذا سؤال مطروح برسم الإجابة أستاذ عبد القادر كما تفضلت، يعني هناك دائما سؤال عن عدم فتح حزب الله جبهة واسعة شمالي فلسطين دعما للطوفان وعدم دخوله في وقت مبكر ربما كان سيساعد في محاصرة إسرائيل أكثر والضغط عليها وفي نصرة غزة حقيقة، وخاصة مع بداية الاجتياح البري لقطاع غزة ومحاولة الكيان احتلال القطاع الفاشلة. فلماذا لم يفعل الحزب ذلك والآن هو مضطر في الحقيقة، لأن الحرب مفروض عليه فرضا الآن من الكيان الصهيوني، يضطر للتعاطي معها بشكل متدرج؟ نحن منذ اللحظة الأولى قلنا إياكم إذا كنتم صادقين يا من تدعون وحدة الساحات، وهنا أقول المحور الإيراني بالكامل، منذ انطلاقة يعني الاعتداء الآثم الصهيوني على غزة قلنا ينبغي أن تكون الساحات كلها مفتوحة إذا كانوا صادقين، لأنه مو فقط سيخفف العبء عن غزة إنما سيجبر الكيان الصهيوني إلى الرضوخ إلى شروط الفلسطينيين وربما إلى حل الدولتين بشكل واضح، وإن كنا لا نعترف بمجمل ما يسمى بحدود 67 أو دولة للكيان الصهيوني، لكن على أقل تقدير سينعم الفلسطينيين بإعادة شتاتهم وإعادة موقفهم. لكن هم غير صادقين لأنهم كانوا يبحثون حقيقة عن أوراق تفاوضية لصالح النظام الإيراني من أجل بقائه، وبالتالي هؤلاء لم يكونوا يوما من الأيام يخدمون القضية الفلسطينية إنما يبحثون عن مصالحهم. وإلا لو كانوا صادقين كما دخلت ميليشيات حزب الله إلى سوريا وقتلت السوريين وساندت الأسد وهجرت الملايين من السوريين لكانوا اليوم يدخلون في معركة حقيقية لمساندة الشعب الفلسطيني، لكنهم غير صادقين. الأوضاع الميدانية كشفت زيفهم وتدليسهم وكذبهم سواء من النظام الإيراني إلى وكلائه حزب الله وغيره من الميليشيات. واليوم يعني عندما تقول ميليشيات العصائب ننتظر الفتوى من السيستاني
طيب القضية لا تحتاج إلى فتوى، إنما هو هذا التدليس بحد ذاته من أجل الهروب وإقناع الآخرين بأننا ننتظر المشاركة، وهم يكذبون لن يشاركوا ولن يتدخلوا بشكل من الأشكال، ولا حتى دعوات مقتدى الصدر لما يسمى بالتبرع. القضية لا تحتاج إلى تبرع مالي، وبالتالي تحتاج إلى أن يرسلون هذه الميليشيات المسلحة التي قتلت العراقيين، يرسلونها أقل تقدير لتقتل جنديا صهيونيا واحدا، لأن جبهة الجولان إن فتحت حقيقة ستخفف عن حزب الله وعن غزة بشكل كبير تماما، والطريق معبد ومفتوح لهم وهم يسيطرون عليه من جرف الصخار إلى الحدود العراقية السورية إلى الجولان، وتنتشر ميليشياتهم بهذا الإطار، لكن هم حقيقة لا يسيرون بهذا النهج مطلقا، لأن شرف تحرير القدس لن يناله هؤلاء الذين يتآمرون، وربما يعني كانت لديهم مؤامرة كبيرة في تقاسم استهداف المنطقة أو العمق الاستراتيجي للأمة الإسلامية في الأمة العربية. أضيف إلى ما تفضلت به على موضوع انتظار الفتوى، السؤال عن من يملك قرار الحرب والسلم في العراق؟ من المؤكد أن إيران هي من تملك هذا الخيار، وبالتالي هذه الميليشيات المسلحة هي التي ستأخذ بزمام المبادرة، لأنه لا وجود للسلطات الحكومية ولا لفواعلها الأساسية كالدفاع والداخلية التي كان يفترض أن تضبط، بدليل أنه وكيل المرجعية في كربلاء يدعو إلى استقبال اللبنانيين، وبالتأكيد الشعب العراقي وشعوب المنطقة تستقبل كل الشعوب التي تجري على رؤوسها المحن لإنقاذهم من القتل، لكن من الذي يقرر باستقبال وفتح الحدود بهكذا طريقة؟ بالتأكيد عندما يقرر هؤلاء، وأقصد هنا المراجع الدينية وبعض الفصائل المسلحة والميليشيات، يؤكد تماما على غياب الدولة في العراق بالمطلق، وأنها مختطفة، وبالتالي نحن نتكلم عن فوضى بالقرار وفوضى بشكل واضح، واستخدام الورقة ومأساة الشعب اللبناني للمزايدات السياسية والإعلامية لاتخاذ مواقف، وهؤلاء حقيقة لن يستطيعوا أن يقدموا شيئا. وهنا حقيقة أسجل قضية مهمة تماما، في نظري أنه حتى المحور الإيراني في العراق من الميليشيات وغيرها، وحتى المرجعية وحتى إيران، سيعضون أصابعهم ندما، لأنهم يوما من الأيام تآمروا على تصفية المقاومة العراقية السنية التي أذهلت الأمريكان، لأنه لو كانت موجودة لانقلبت الموازين بشكل كبير تماما. هذا التآمر والتصفية منذ وقت مبكر حقيقة هو الذي جعلهم في مواجهة علنية، أو ربما أن الكيان الصهيوني يريد تقليم أظافرهم لأنهم تجاوزوا الخطوط الحمراء بشكل واضح وكبير. لذلك حقيقة ما يحدث الآن، هؤلاء تآمروا على شعوب المنطقة، وقلناها عبر قناتكم منذ سنوات وكررناها كثيرا بكل الإعلام وبيانات الميثاق وبيانات هيئة علماء المسلمين، حذرت من تصفية القضية السورية والعراقية، والتآمر على المكون السني الكبير في المنطقة سيخدم الكيان الصهيوني، لكن إيران لم تأبه لهذه القضية، ظنا منهم أنهم سينالون الغنيمة من الكيان الصهيوني وأمريكا ويعطوهم المنطقة، لأنهم تآمروا على الكتلة البشرية الأكبر التي هي فعلا ستؤازر فلسطين، وفعلا لديها المواقف، وأن بوصلتها واضحة بأن القضية الفلسطينية قضية مركزية لها، وقلنا لكل المجتمعات أن من قتل الفلسطينيين في شوارع بغداد لن يناصرهم في يوم من الأيام، لكن الآن أثبتت هذه الوقائع الميدانية زيف هؤلاء، وأنهم حقيقة استطاعوا أن يصفوا المنطقة لصالح الكيان الصهيوني، والآن الكيان الصهيوني يعبث بكل المقدرات بشكل واضح، ومن خلالها يريد رسم الحدود على لبنان وعلى غيرها. طيب نعود لما تفضلت بالحديث عنه في البداية، موقف الإيراني تحديدا. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان قال بشكل واضح بأن بلاده مستعدة لخفض الأسلحة إن فعلت إسرائيل ذلك في سبيل تحقيق السلام، وهذا الخطاب يعني بالإضافة طبعا إلى ما قاله وزير الخارجية الإيراني بأنهم لن يقعوا بالفخ الإسرائيلي، الفخ الإسرائيلي بالدخول بحرب مفتوحة، وهذان تصريحان مهمان يأتيان في سياق تصريحات سابقة، ولعل تصريحات لاحقة تكون في نفس الإطار. سمعنا تصريحات مشابهة حين بدأت الحرب في قطاع غزة، وكان الموقف الإيراني أكثر وضوحا من أي وقت مضى فيما يتعلق بالحرب في قطاع غزة، حتى مسألة الرد على اغتيال هنية أشار لها وزير الخارجية أيضا بشكل واضح بأنه كان هناك حالة استفزاز لجرنا للرد ولكنهم لن يردوا.
على أي حال هل تتوقع أن يكون الموقف الإيراني من الحرب على لبنان وعلى حزب الله بنفس الوتيرة التي كان من بنفس الوتيرة التي كان عليها إبان الحرب على غزة؟ الموقف الإيراني من خلال التصريحات له مسار واضح، وهو أنه يريد المحافظة على رأس النظام في إيران. كل الأوراق الموجودة في المنطقة لا تعنيه شيئا، وبالتالي الذي يضحي برئيسه والذي يتآمر على قتل هنية، وأنا مطلقا منذ اغتيال الشهيد هنية رحمه الله أنا قلت أن من صفاه الإيرانيون وليس الكيان الصهيوني، لأنه حقيقة أحيانا عندما ترسل شخص إلى القتل فأنت مشارك في قتله، كان يفترض أن تكون هناك حماية، ولا سيما أن أطرافا إقليمية ودولية نبهت على أن هناك مخاطر جسيمة على هنية، وبالتالي ينبغي أن تكون هناك يعني حماية حقيقية. الإيرانيون الذين يضحون من أجل بقاء رأس النظام الإيراني حقيقة لن يذهبوا بعيدا إلا إذا كانت هناك تهديدات على رأس النظام الإيراني، وأظن أنه في الوقت الحاضر الكيان الصهيوني لا يهدد النظام الإيراني. النظام الإيراني خدم الكيان الصهيوني بشكل كبير في المنطقة ولعب بالورقة الطائفية كثيرا، وبالتالي لا يفكر في تصفيته، وما دام لا يفكر في تصفية رأس النظام الإيراني فالإيرانيون لن يصعدوا مع الكيان الصهيوني حتى وإن استباحوا قضية الجنوب اللبناني. ومعلوم تماما أنه يعني نتنياهو المجرم والأركان الكيان الصهيوني الآن يتحدثون عن مفاوضات مع حزب الله، إذا قبلوا بها سيتم وقف إطلاق النار بشكل واضح وصريح. إذن القضية ليست اختلافا إنما جوهريا على وجودها أو لا وجود سلاحهم، الاختلاف على رسم الحدود وتأمين بعض المناطق وبعض الشروط في التفاوضات وتحسين التفاوضات، لأن هناك تفاوضا ملموسا بين النظام الإيراني وما بين الغرب، وبالتالي يريدون تحسين هذه التفاوضات لفرض شروط معينة. على هذا الأساس فإن العنوان البارز من التصريحات الإيرانية بشكل علني وما أدلى به الرئيس الإيراني الحالي هو أن إيران تبيع وكلائها من أجل بقاء رأس النظام الإيراني. في حال ارتفاع التصعيد في لبنان وفشل والفشل في احتواء الموقف، هل نتوقع أن يزيد التصعيد من جهات أخرى وخاصة من العراق، وبالتالي يعني تدخل الميليشيات هناك في سياق الأحداث؟ يعني التصعيد سيكون فردي، مجموعات صغيرة، وبالتالي سيتم وأدها، أما على القرار الاستراتيجي لهذه الميليشيات أو لغيرها فلا يوجد أي تصعيد، بدليل على أنهم استبقوا الأحداث بشرطين أساسيين، منهم من يجمع المال المسروق من الشعب العراقي بحجة التبرعات إلى الشعب اللبناني ولن يصل أيضا، أقولها بصراحة، ومنهم من ينتظر الفتوى الكفائية وهذه لن تكون موجودة، أو الفتوى الجهادية من مرجع شيعي سيستاني لهم وهذه لن تكون موجودة، والإيرانيون بعيدين عن هذه القضية وبعيدات عن التصعيد، فبالتالي لن تكون القضية إلا قضية محدودة، لأنه من يريد أن يدخل في أتون المواجهة عليه أن يكون هناك تنسيقا حقيقيا واضحا وكبيرا ومعلوما، يعني يمكن أن تكون الشواهد على أرض الواقع معلومة بأن هذا التصعيد تحت قيادة أو تحت تنسيق واضح. ما موجود الآن عندما نقرأ الساحة العراقية والسورية غير موجود بالمطلق، مما يؤكد تماما على أن هؤلاء كل من يريد أن يحافظ على كينونته وما وصل إليه من خلال المال أو الاسترزاق ولا سيما في العراق والمناصب السياسية، وبالتالي لن يساندوا ميليشيات حزب الله التي فعلت لهم العجائب في الإجرام سواء في تدريبهم في العراق أو ما فعلته في الشعب السوري بشكل واضح وصريح. أشكرك جزيلا السيد عبد القادر النايل عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي.